بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تدعوه تلك المرأة
لجمالها وحسنها ودلالها، فيقول إني أخاف الله. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك أن تطالب تلك المعصية؟ قال: يمنعني الله جل وعلا. من الذي أيقظك آخر الليل فأسجدك بين يديه وأبكاك وألهمك الثناء والدعاء؟ إنما هو الله جل وعلا. أخي المبارك، أتعلم هذه الدنيا بأكملها؟ كحلقة صغيرة مرماة في فضاء بالنسبة للكرسي موضع قدمي الله جل وعلا. فما ظنك أنت المخلوق الضعيف؟ فما ظنك أنت يا من لم تقدر الله عز وجل حق التقدير؟ ما ظنك؟ ألأمن عقاب الله؟ كلا والله. ألأمن مقت الله؟ كلا. ألأمن سخط الله؟ كلا. ألأمن أن الله جل وعلا يدخلنا الجنة ويبعدنا عن النار؟ كلا. ولكن أيها الإخوة، ربنا كريم وعظيم وهو قديم أزلي، عندما ترفع يديك بعظمة العظيم وأنت حقير ذليل، قال وغفر وتجاوز ورفع درجتك وأدناك. ابحثوا أيها الإخوة لعظيم من عظماء الدنيا، من تتقرب إليه خطوة تقرب إليك خطوات، ومن إذا أتيته تمشي أتاك هرولة، لله المثل الأعلى. لا يفعل ذلك عظيم من العظماء ولا أمير من الأمراء ولا ملك من الملوك إلا الله جل وعلا، لأنه خلقنا وهو سبحانه يذكر زلاتنا بوجود عظمته. أعطيك بعض النماذج. أخ الكريم، عندما يعصي العاصي ألا يعلم الله جل وعلا أنه يعصى؟ يعصى من فلان من فلان، وتستأذنه الأرض أن تقصف بهذا العاصي، ولكن قال سبحانه: لعله يتوب، لعله يتوب، لعله يتوب. تأمل يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. ثلاثة أواهر مبيتنا ظاهر، والكل واحد منهم تحدث بصالح عمله. أنا سأسألك يا من تقدر لله عظمته في قلبك، لو كنت أنت رابع هؤلاء الثلاثة ماذا سيكون جوابك؟ أتنجو وتنجي من معك، أم تهلك وتهلك من معك؟ أخي الكريم، انظر إلى السماء، نراها آمنة مطمئنة، نراها فننظر السحاب قد أضلنا فندعو الله: اللهم أغثنا. ولكن بقطرات أصبحت السيول عظيمة، والهلكة والغرقة والمنازل كلهم، ونحن نرجو من ذلك المطر نفعا. جند من جنود الله. إذا كان هذا العظيم المطر قد أهلك ولم يستطع بني آدم دفعه، فما بالك بمن أرسله؟ تأمل هذه الأرض التي تدور، وقد أرساها ربي بالجبال يأمرها في أقل من ثلاثة أو اثنين أو واحد باهتزاز بسيط. ماذا يحدث؟
إذا اهتزت هذه الأرض بأمر خالقها فما بالك بذلك الخالق. عندما استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ونادى في السماوات كل الملائكة أطت رأسها عظمة لله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. من يضاهي ومن يماثل ومن لا يعظم عظمة ذلك الخالق سبحانه؟ هو شخص هو من يتمرد على الله ليلا ونهارا بالذنب والخطيئة، هو من يجاهد. قد عفي أمتي إلا المجاهدين، الذي يستر ربه ثم يهتك ستر ربه. أيها الإخوة، تأمل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير، تلك السورة التي شيبت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل هذا الماء يوم أن يكون نارا بعظمة من خلقه. تأمل هذه الجبال عندما تكون عهنا منفوشة بأمر ربها. تأمل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. تأمل ونزل الملائكة تنزيلا. تأمل اشتكت الملائكة يا الله كيف نحمل عرشك وأنت عظيم ونحن ثمانية؟ قال قولوا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. لن تستطيع أن تقوم القومة أو تقعد القعدة أو تأكل اللقمة أو ترفع الشربة أو تلبس الثوب أو تمضي أو تنام إلا إذا استعنت بذلك العظيم سبحانه وتعالى. وخيل نظارك، كيف جعلت من نفسك هونا عظيما أن تجعل الله جل وعلا ذلك العظيم هو أول الناظرين إليك في معصيته. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أخي المبارك زارت جارة للإمام الأوزاعي، زارت زوجته بعد صلاة الفجر، فقالت له يا هادي، عندما مرت فرأت مصلى الأوزاعي وقد تبلل كله بذلك الدم، قالت ويحك يا امرأة، لماذا جعلت الصبية يتبولون في مصلى الأوزاعي؟ قالت لها ويلك، هذا الأوزاعي تلا قوله سبحانه وما قدر الله حق قدره فأمضى الليل كله بكاء على سجاده. يطول الإمام من 5 دقائق في صلاة القيام في رمضان، صلى الله عز وجل يملمنا وإياه. يقول طول الشيخ سعد، يطول الشيخ حمد شريك، يطول فلان فلان، يطول تأكيد قطع الأرقام. ليه؟ لأن ما استشعرنا ونحن من عبد الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفتح الله عليك من المحامد عندما تأتي عند العرش وتسجد وتسأل الله، حتى يقول الله عز وجل لك اسأل تعطى واشفع تشفع، ارفع رأسك يا محمد. قال محامد أجل الآن. أخي المبارك، إذا فتح الله جل وعلا عليك محامده والثناء عليك فأنت من يمتلك بدون أن تدعو. إذا مجدت الله وحمدت الله وأثنيت على الله فأنت من أهل الله. فلماذا لا يعظم الناس الله؟ ألم يخلق في أحسن تقدير؟ الآن أيها الإخوة، لو هذا الماء أو هذا العصر شربته فقدر الله وقوفه في حاله فأصبحت غاصا بهذا الماء، بماذا تدفع؟ ولا سبحانه قد أجرى النجرى وقد أنفع الجسد وما لا ينفع الجسد من الفجر. تأمل في يدك، هذه اليد التي تكون عليها خلايا، مجرد أن تمسح تموت خلايا وتخرج خلايا، ولو لم تخرج
الطائرة في الجو حتى تصل إلى المحطة. من يوقفها بذلك الجو؟ هو عظمة العظيم جل وعلا. من لا يغرق السفينة في البحر؟ هو العظيم جل وعلا. من الذي يسيرك ليلا ونهارا بعنايته وعينه تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر؟ من هو الله جل وعلا؟ ولكن وقليل من عبادي الشكور. أخبر سبحانه في سبأ، نحن لا نشكر الله ولا نعظم الله ولا نقدر الله، ثم إذا وقعنا في مصيبة قلنا يا الله أنجنا من هذا الذي نحن فيه. يونس بن متى عندما التقمه الحوت في ظلمات الذات قال يا الله، تذكر عظمة العظيم أنه لا ينجي من هذا المكان إلا الله. فقال الملائكة يا الله، صوت معروف في بلاد غير معروفة، قال هذا يونس بن متى يدعوني من ظلمات الذات بحر وليل وحوت. فجاءه الجواب فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أخي المبارك، ألا يكون تلك الرياح العاتية من جنود الله؟ فمن أرسلها؟ إن كانت هذه الرياح تقتلع، انظر الريح العقيم التي أرسلت على عاد فجعلتهم كأعجاز نخل منقعر، فكيف بمن خلق هذه الريح العاصفة؟ الهم عندما يصبح الإنسان أطرق رأسه بالليل حائرا، ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ ماذا يتكلم؟ يلجأ إلى الله فيأتي بالإجابة والتوفيق والتسديد، لأنه اتجاه عظيم. نحن نقف أمام العظماء والرؤساء من أهل الدنيا فنخاف، فكيف بنا لا نخاف عندما نقول الله أكبر في صلاتنا وقد كشفنا الحجاب بيننا وبين أعظم العظماء؟ إذا قلت الحمد لله، الحمد لله رب العالمين وحمدت الله وأثنيت عليه، ثم بعد ذلك عفرت جميلك ولدت بحمد الله جل وعلا عند باب الله، أتتوقع أن يطردك الله من هما وأن يرد دعوتك صفرا وأن لا يستجيب لك؟ لا والله، لا والله، دعوة حقيقية مباركة تلاوبي لنقدر الله عز وجل حقه في السماوات والأراضي في قبضته، وأرواحنا عنده، وسعادتنا وشقاؤنا وفوزنا وفلحنا بيده، فلا نخيب الآمال ونقعد أنفسنا بالخسران والويل والهلاك. فمن أقعد نفسه بهذه الأربع هلك وأهلك من بعده، ولكن حسبنا بمن يقوم بين يدي الله فيستغفر الله ويذكر الله ويتوب إلى الله. الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأستجيب سؤله، هل من مستغفر فأذكر له؟ وهو العظيم الذي لا يحتاج لنا، ولكننا نحن محتاجون إلى الله. خير المبارك، لا أحب أن أبعث لك الكلمات وأثقل عليك العبارات، وحسب بأنك لدن تفهم ما أقصده من تلك العينات. عندما يقف الإنسان فيتذكر عظمة الله جل وعلا، وعظم لأنه هو أهل التقوى وأهل التعظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا ان الحمد لله.